السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني. أهلا بك معنا سيد فضل على شاشة الحدث. إذا نحن في انتظار بعد هذا الاتفاق أن يتم استئناف عملية الإجلاء من المناطق الشرقية لحلب إلى خارجها. ماذا عن الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عدد من المفترض أنه سيكون كبير، وهناك من بينهم حالات حرجة سواء طبيا أو حتى نفسيا؟ نعم، في البداية لابد أن نقر أن النظام الإيراني عبر الميليشيات الشيعية المقاتلة اللبنانية العراقية الإيرانية والأفغانية والشيشانية هو نجح في الحقيقة في عرقلة الاتفاق الأول، وهذا يدل أن روسيا وإن كانت لها الكلمة العليا في سوريا إلا أنها ليست الوحيدة وليست النهائية. ولا هذا الاتفاق اللي حصل أستاذ ضحى، إذا نحن بدنا هو اتفاق بسيط يعني مقارنة بعملية سياسية كاملة. إذا بدنا نسحبه على العملية السياسية، هذا يعني أن النظام يتكون من عدة كتل وليس كتلة واحدة. في الحقيقة كان الاتفاق فقط ينص أنه بين اللي هو اتفاق الروسي التركي مثل ما الكل بيعرف. الآن أصبح هناك اتفاق على هامش الاتفاق، ونجحت في الحقيقة إيران، وهذا يثبت ويدل على نحو قاطع أن الميليشيات الموجودة على الأرض هي أكبر تهديد لهي العبرة للقارات وللحدود، أنه هي أكبر تهديد لأي عملية تسوية في سوريا، سواء منها الميليشيات الشيعية المقاتلة أو الميليشيات التابعة للقاعدة. لكن يعني لا يوجد مقارنة في عمليات التنديد، لم نسمع أحد في الحقيقة إلا بعض الإعلام العربي يشير إلى الدور الصارخ لهذه الميليشيات في عرقلة هذا الاتفاق الآن، وفي ما حصل من عمليات اعتقال وتشريد. أما لو أنه هذا الأمر ارتكبته داعش أو ارتكبته القاعدة، كنا يعني سمعنا الويلات والصراخ بشكل مضاعف. طيب أنت تشير يعني بأن روسيا لم تعد هي لديها الكلمة الأخيرة في هذا الاتفاق. الآن روسيا كانت قد لوحت يعني بأنه من سيعرقل هذا الاتفاق مرة أخرى فإنها ستواجهه. كانت هذه التهديدات سبقت وأن هددت بها روسيا في بداية هذا الاتفاق وهو لم يحدث. الآن هل تعتقد بأن الأمور تسير في طريق التنفيذ، أم أنه يمكن أن تكون هناك معوقات وعراقيل أخرى؟ أنا قلت أن روسيا هي لها الكلمة العليا لكنها ليست الوحيدة، وهذا أيضا يعني من وجهة نظرنا أنه شكل صفعة لهيبة روسيا، شكل صفعة قوية، لأن روسيا اتفقت مع أمر معين مع تركيا، لكن إيران تدخلت على الخط وأنشأت اتفاق بديل، والآن روسيا تطبق هذا الاتفاق البديل لأنه أيضا هو من مصلحته في الحقيقة. يعني عندما تتعارض هذا الاتفاق أيضا هو من مصلحته، لأنه في النهاية يصب في صالح إيران وروسيا. أما عن أنه التجهيزات والاستعدادات هي يعني يقوم في الحقيقة المجتمع المدني الإغاثي والطبي بشكل خاص بجهود جبارة، لكن من وجهة نظرنا أنها لا تكفي، ونحن نأمل أن يعاود الصليب الأحمر الآن، و هو ينتظر في الحقيقة كما أشرت أستاذة ضحى، هل سيكون هناك هدوء وأمان وتجري العملية كما هو يعني متفق عليه؟ في هذه الحالة سيعود الصليب الأحمر، وربما يكون لدينا في هذه الحالة كميات أكبر من المساعدات ومن المعونات من الخيام بالإمكان استقبال هؤلاء. لكن في حال في الحقيقة تم الصليب الأحمر معلق مهامه، هو ينتظر الدفعات الأولى كيف ستسير، سيكون لدينا في الحقيقة عجز صارخ عن استقبال هؤلاء. وأما عن الناحية النفسية التي أشرت إليها، فمن وجهة نظرنا أنه يعني تكاد تخلو الساحة من أي منظمات تقوم بهذا الدور والتخفيف عن الأطفال والنساء الذين هم في حالة انهيار كامل من هول ما شاهدوه من سنوات الحصار. إذا ما نوع التجهيزات؟ هل هي فقط تجهيزات طبية، غذائية، تجهيزات تتعلق بإيواء كل هذا العدد؟ نعم، هي في الحقيقة ملاجئ واسعة، وأيضا تجهيزات من سلل غذائية، وأيضا هناك الجرحى يتم معالجتهم في سيارات إسعاف مختصة، لكن كما ذكرت لك هي لا تكفي، لأنه أيضا ما زال جرحى هو تقريبا خرج الآن 350 تقريبا جريح، ما زال هناك أعداد يعني مشابهة أو أكثر بقليل أيضا في ضمن 40,000 اللي ما زالوا محاصرين، لكن النواحي النفسية لا تكاد أحد يغطيها ولم نلحظ. ولم يتم التواصل من قبلكم مع أي جهة لتغطية هذا الاحتياج المهم؟
نعم، نحن تحدثنا حول هذا الاحتياج المهم، وفي يعني التقرير الذي أصدرناه اليوم أيضا أكدنا على هذه الناحية وقمنا بإرساله إلى الجهات، يعني ونأمل أن يكون هناك استجابة لتغطية هذا الجانب. من وجهة نظرنا أنه غاية في الحيوية، يعني حتى ربما يوازي تقريبا مسألة الطعام والإيواء. طيب، هل هناك مراكز طبية محددة أو حددتموها يعني إرسال الحالات الحرجة إليها؟ في الحقيقة هذا الأمر هو متروك إلى المنظمات اللي هي عاملة على الأرض، المنظمات الطبية الكبرى، وهي متواجدة في أغلب كوادرها، وفي الحقيقة هي مجندة بشكل كبير جدا وتعمل على مدار الساعة، لكن الحجم أستاذ ضحى هو هنا المشكلة. نحن أمام استقبال 40,000، يعني 40,000 هو يعني ليس بالعدد الهين، وطاقتها الاستيعابية وأيضا الإمكانيات، وإن كانت بدأت تدخل المساعدات الطبية وأيضا الإغاثية عبر الحدود التركية، لكن من وجهة نظرنا أنها لن تكفي. لهذا يتم الآن الإشارة أن قسم من نعم، هؤلاء النازحين سيتم تحويلهم إلى جرابلس وإلى إعزاز، حيث هناك الإمكانيات ربما تكون يعني أفضل من فقط محافظة إدلب، لأن محافظة إدلب أيضا لا ننسى أنها من فترة بسيطة استقبلت أهالي دارية وأهالي من مدينة نعم دمشق أيضا. نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، شكرا جزيلا لك.